وعي، بس بعدكم ما تسرعوا بسرعة. بعدين شوية تطورتوا، بعدين صار عندكم مخكم داخل عداد. الحين لو أقول لكم بالخيار صفروا العداد، صفرنا العداد؟ يلا plus 5 plus 2 minus 1 minus 5 answer. تتعلم حسابات، هل تدري عن العداد الصيني الأول؟ ما تدري عن شيء ولا حاجة صح؟ كنت أنت في الجدول الأسفل ما تدري عن شيء ولا تعرف عن العداد. ثاني بعد plus 9 minus 2 سريع minus 2 minus 5 plus 4 plus 5 minus 2 answer 2 good.